المتابعين، اهلا بيكم معانا في ندوه جديده من صالون مبتدا. معايا ومعاكم النهارده الباحثه التربويه والمتخصصه في المشوره الاسريه استاذه ميريا رمسيس. اهلا بيكي، نورتينا النهارده والله. ميرسي يا حبيبتي، اتفضلي. بنتكلم عن مجال الاطفال عموما وتربيتهم، فاحنا دلوقتي عاوزين يعني اهم النصايح في تربيه الاطفال بدايه من السن الصغير. هو موضوع التربيه ده فعلا حاجه زي ما بنقول السهل الممتنع، ان كتير من عندنا مش بنقرا للاسف. بره في منشورات تقديم فكره انه المقبلين على الزواج، فكره ازاي وهي حامل بيمهدوها انها تقرا عن سمات كل مرحله، انها تتابع مشاكل سلوكيه عند الاطفال وازاي تعالجها. للاسف احنا هنا مقلين في موضوع القرايه بوجه عام وكمان في تخصص التربوي. فينصح ان احنا دايما ماما وهي كده في مرحله انها حامل تستغل الفتره دي انها تقرا كتب كتير عن سمات كل مرحله من مراحل عمر ولادها، يتعرف سمات المرحله المبكره تتعامل فيها ازاي وهو داخل على مرحله المدرسه او الطفوله المتاخره، تعرف كل سمه من السمات وتبقى قادره على علاجها. فالقرايه رقم واحد. حتى دلوقتي في سايتات وفي مواقع كتيره جدا، مش شرط انها تقرا وتتعب نفسها في كتب كبيره، ولكن حتى تكتب كده اسم موضوع معين او مشكله معينه وتدخل عليها وتتابعها. مبتدا دوت كوم.